أحمد سعد رجع لأم البنات من تاني، والمرة دي بشروط عشان ما ينفصلوش. عمل لها أغنية مخصوص بمناسبة الرجوع، بس الكلام ده إيه حقيقته؟ من شهرين بالظبط علياء بسيوني نزلت ستوري اعلنت فيها طلاقها هي واحمد سعد بشكل مفاجئ، وقالت: حابه اشكر احمد جدا على اصله الغير طيب ومعدنه السيء، وحابه اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميله اللي انا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما، وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكان يقبلها علشان الاسره دي. كلام علياء في الستوري كانت بتقوله من ضمن ان في اسباب كمان اللي وصلهم لكده، ان بنتها عملت حادثة من 40 يوم، وعلياء كانت تعبانة من اللي بيحصل وخايفة على حالة البنت، وان سنها صغير على وضعها الصحي، وفي وسط كل ده كانت بتحاول توصل له وهو مش بيرد عليها، ولما عرف قال لها انه مش هيعرف يجي، وفي رأيها انه مرعاش اي حاجة بينهم وفضل الشغل عليهم، خصوصا ان بنته دي ما شافهاش غير مرتين من يوم ولادتها لحد وقت الانفصال، وده اللي خلى موقف بسيط يعصب علياء والكلام بينهم يوصل لكلمة انت طالق. الغريبة ان رغم ان مرات احمد سعد هي اللي كانت مضغوطة، الا ان هو برضو اللي قرر الانفصال، ولما رجع من سفرية الساحل اللي خلته ما ينزلش يشوف بنته قال لها انا عاوز نتطلق، وحاولت تفهم منه بس كان مصمم. والحقيقة ان بعد وقوع الطلاق العيلتين حاولوا يهدوا ما بينهم ويعملوا جلسات صلح عشان الاولاد اللي ما بينهم، لكن الموضوع كان وصل ما بينهم لحيطة سد. وفي رأي مقربين كتير بين احمد سعد وعلياء ان بسبب تصريحاتها اول ما انفصلوا استحالة يرجعوا تاني، لانها غلطت فيه وفي العشرة اللي كانت ما بينهم. ورغم كده احمد ما طلعش ولا مرة اتكلم وحش عن علاقتهم، بالعكس اتجاهل الموقف وكل اللي فكر فيه شغله كالعادة، ورفض يطلع في اي برنامج يتكلم عنها مع ان اتعرض عليه كتير جدا. ولحتى لما اتسأل هل حس بالحرية بعد الانفصال قال انا كده كده اصلا حر، واخد الموضوع بهزار زي ما بيعمل في اغلب لقاءاته، وفضلت اخبارهم هما الاتنين بعيدة عن الساحة وقت طويل. وأحمد زي ما هو شغال ونجاحاته مالية الدنيا، أما علياء التزمت الصمت من تاني، وكأنها حست بغلطتها لما طلعت اتكلمت عليه أول ما قرروا الانفصال. وبعدها بفترة قصيرة أحمد نزل فيديو عن حفلة ليه، والمفاجأة إن من ضمن الجمهور اللي كان في الحفلة دي كان علياء، وهنا الكلام طلع يا ترى رجعوا لبعض تاني ولا وجودهم كان بالصدفة، لحد ما الناس عرفوا إن دي حفلة قديمة قبل الطلاق. بس يا ترى إيه اللي خلى أحمد ينزل الفيديو بعد الانفصال، وبعد مدة قالوا ان احمد وعلياء رجعوا لكن في السر عشان ما يبقوش سيرة تاني للصحافة واسمهم يتصدر العناوين؟ ده غير ان هما الاتنين خايفين ينفصلوا من تاني، وده كان سبب كافي ليهم يخليهم ما يعلنوش الرجوع ويكتفوا بالدايرة المقربة اللي حواليهم زي قرايبهم وصحابهم. وبقت علياء تنزل صور مع بناتها وباباهم، والاوضاع بقت باينة من برة انها مستقرة، وفي ناس قالت ان الرجوع ده تم بشروط من احمد سعد زي انها ما تنزلش عنه حاجة تاني حتى لو في انفصال، وانها تراعي ظروف شغله مهما حصل لانها بتبقى خارج ارادته. ونزل لها اغنية بعتذرلك كعربون صلح بعد ما رجعوا، بس يا ترى الرجوع ده حقيقي ولا ايه حكايته بالظبط؟ الصدمة ان علياء لما اتسألت عن الرواية دي كلها ايه اصلها قالت ان مفيش رجوع ولا حاجة، وان الاغنية دي لا ليها علاقة بيها ولا تعرف عنها اي معلومة، والانفصال مستمر بينها وبين احمد سعد. الصدمة الاكبر ان مفيش بينهم اي نية للرجوع لحد دلوقتي، بس يا ترى الانفصال ده هيدوم ولا ممكن نسمع في يوم عن خبر رجوعهم لبعض؟ ده اللي هنعرفه الايام الجايه. اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات.